يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التأخر عن أداء ركن من أركان الصلاة مع الإمام كالسجود مثلا فيتأخر المأموم ثم إذا رفع الإمام سجد بعده، هل هذا مبطل للصلاة؟ إن تعمد هذا فهو مبطل للصلاة، أما إذا لم يتعمد نايم ولا غافل ولا الإمام سريع فإنه يأتي بالسجود بعده يلحق به صلاة صحيحة، إذا لم يتعمد فيأتي به بعده صلاة صحيحة. نعم.